وش عشان قبل هاي هلا يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. أخيارت قيمها يا قايها له مال ولاكسن أو وعل إلهي بهم هذا أسق ناطي. الحمد لله رب العالمين. سولوا هذا سولوا هذا أخيار واحد جري وحماء هاني على سولوا هذا مالت واجابنا ولا يابية البيت وروا يقب بحاها أخيار النبضي اللي برسولوا هذا وركي وراء هاي راح يدير هاي أبتوا كسلامي أبت شغل 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 نور شدنا أبت أبتوا كسلامي أبت قبل هذا الوقت كنت أمشي كنت أبت الله في كنت بركة. الحمد لله رب العالمين. إلهي ما ما تصدق ناطي وحوي النجو. الحمد لله إلهي قلبي يعني قلوبتي لو كساري أو كتر تري إلهي ما إلهي ما لوم هذا علينا قبيل هي إيه نجع ليسي هي إيه متقى أن محوة هاي أن أن هي إيه قبيل دفاعد إلهي قلبي وكتر تري. الحمد لله رب العالمين قلوبتنا والسافي قبيل البقاء صوماليات أو وناكسن وناك هي إيه شرف هي إيه قيمة هي إيه عسيا وهينا قبيل صوماليات اللي قردرين هنا ما داولنا او واشقنا وحالنا وريركاس ولا قدري هذانا دتك الظلمي الظلمي و خن بارسا الظلمي اسو غرمدا مخو اها بينتا شيغا ايغو قبيل كودي دفاعايه هدانا ما تقانا مخو اها قبيل قبائل كلا ظلما انغا مني. الحمد لله رب العالمين. مركا عن سيده لبتا ان و هادلو يا وحا اي تهي وعكسون تهي شعب كالصوماليات انا ميش عن كسو جيدو قبيل كنا عيب ماهن ولا تعارفو ميش عن كسو جيدو وقتهين حدنا كوا عن كسو جيدان قلت كود عن شيغا ويو دنوبت اي قلايان اي حمانت اي قلايان لنكا عاموس كلامي هيو دنبي جاي قلان عدال اوغا عاموسو اوغو هياغ دنبي انا اسكالي مركين دنبي انا لهل دوش انا سارتو. الحمد لله رب العالمين وادي ذا تاس عليك مركا وحان دي الشيغا حقيق نبا او جرتا دي الشيغا وحان اركينا ان دقال وكالنحق الحي بنت اللان هي دولو دي فدرالك ان دقال كالنحق الحي واجينا لكن وحي الصومالي ترى قال الله يتقالناه يا اسكالي قرد الرضا وريالي قرد الرضا يا سقرد الرضا او لوقف الدايس قبطه ولا فيسا ولا كل قرق هذا كان قرد الرضا وحالا هابر وضا قرد الرضا كان قرد الرضا وحالي كان قرد الرضا رنطا إلا شيء فعل أنا غير مقدسو قفرق إلي قلي مايان لنا عاس كيغار أبورك الصلاح مايان سعيد دانينا أنو تقفرق إلي قلو لنا عاس كيغار أبورك الصلاح ما صعب كرير بنت لأن واكوة أدون كي أنا يوجع ليهن أنا أنوجع لها انت جير هاد اللي اللي حسره وصابح قربها الرواج جوكتاي كالصوتك نو إمو والكالة بري إمو أو كان قرو إمو أو كان مثلا قرن إمو يقول هيا على رأس كبريه لكن نسيب دره وحاوي سفر كان حق اسكو علي لها وحي قلت هاي ولا قدر صوبت عيتا واكسوتين ديارو حمر كبحان حمر انت بلد جوكت الى انت مرهب بركي هراء عن حمر كسو بحاية ضد بلدنا وحي عادستين او عاد كلكتين حمر واك سو عري حمر انا وانا سو عري حمر وانا يا مقدسو كسو عري حبسي وانا انا مقدسو
مقدسه وحان كسر دوفي محمد عبد الله فرماجو مدحوينه كسر دوفاني حمر مقدسه مركان سبب حي محمد عبد الله فرماجو مدحوينه المحوها رمضان كان سبب حي بالله وجد سبب حي مركا دلكيون لبلا أوفر ما جد جوجا أنا عن صور لو في مشان إمت هل كان سيدان كل جوجا مقدسنا أنا هو مشان كل شيء مت علب الجح جحانو مير الأوجه كيمت أوجه من صوت تجد وقت أنا هوسان مشان أجوجا إيه لما تو نوا كل قرا بريبه هالنقطة سادم هالنقطة تنقعك هالنقطة وحان ليها مقدسه وكل نقول جوركين غطبة هذان هو اللي أنت أجرى أي هوش عاو إذا ما ترى الصبح يبان بحر هذي بلا كتب إذا ما ترى بس أسمع بحر لكن وحنو شيء جا كوع ربح الجحنة أو منطقة المريان سو حمر جوكتة أو لقيسة أنا ولا قصوا عري ولا أنا ولا قصوا عري فرما جو جو صور له في أو الدولة جو جو صور له في تاس واتاس أنت مركو حنو صور لغينا بنت الآن إيوه الدولة horta Puntland waa laga gardaray yahay waxaan qirinaa in Puntland laga gardaray yahay markii aan fiirinay warbixintii ay soo saareen World Bank ay soo saareen iyo IMF ta oo keentay in la aamini waayo dowladda federaalka lagu aamini waayo mashaariicda dalka laga fuli lahaa laakiin lacagaha faraha badan deynta ay soo codsiin loo diiday markii la arkay dhaqankii dowladda federaalka ah ayaa horta la joojiyay la hakiyay mashaariicdaas hawl saciidan iyo Puntland ka dambeysay oo dacweysay ma ahan laakiin waxa weeye Soomaali wixii maskiila miskala fuule waxa weeye dhibaatada federaalka dhex taagan iyo ishaysadka dhexdooda mushaar la'aanti bishan maanta waa 9 mushaar la bixiyay ma jiro mushaar la bixiyay ma jiro bishan lacag la sugu maayo bil kale la sugu maayo canshuurtii dekadii sare loo qaaday oo la rabo dadkii laga dhalaasho wakiyo la boobayo laga dhahaya boobkaas iyo dhacdaas socda markii ay arkeen qoladii World Bankiga iyo IMF ta ayay hakiyeen waxay kale u hakiyeen World Bankiga iyo IMF ta mashruucyo ku bixay waxa ugu weyn oo loo hakiyay horta waxay magacaabeen hanti dowlka guud ee qaranka magacaabeen hanti dowlaha guud ee qaranka ninka loo magacaabay casir ciise guutaale guutaale horta waa saaxiibkayon inaan ku fogaado ma rabo guutaale markii la magacaabay qoladii joogtay xalale World Bankiga iyo ma taqaana qolyaha kale dollariska deeqaha bixiya markii arkeen ninka la magacaabay guutaale la magacaabay horti ibaanka ka baxay ibaanka waxa ugu baxa waxay tahay waxay sugayeen nin weyn oo weyn oo heybad leh oo luqad iyo qaal oo aqoon leh oo shahaado leh oo mataqaanay dhaqaalaha ku takhasusay ayay sugayeen inkastoo guuta saaxiibkay yahay weli waa saaxiibkay waxa weeye wuxuu ahaa wari oo ahaa guuta wari oo ahaa local radio ka hadlo ahaa sida ay ku soo qoreen warbixinta ay ku soo qoreen waaye World Bank ay ku soo qoreen waa runtoodo anigu aqaan idaacada xamuul ka shaqeynayo kow guutaale miskiinka waa nin iska lafa yaryaro caataaho saas u qallo can waaye waa labo saaxiibkay jaadkow soo u daldalay u daldalay u daldalay u daldalay ilkii lama ay waa madoobaadeen qaarna waa maqan yihiin gaaladii markii la yiraahdo dhul gudninkan waa yeliiri ee uu hor fadhiistay ilkiina jabsan yihiin madow yihiin asigana caata yahay gaalka inta istaagu carara horta إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى الله ما نكنا ملك ملك هذا الجواد